حالي أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة. هنا من مسرح الحنانة أطلق الصدر إشارات ثقيلة ومدوية: حكومة الأغلبية بشرطها وشروطها، ممن عليهم حل الفصائل دفعة واحدة وتصفية الحشد الشعبي. قالها الصدر وهو يعلم صعوبتها أو استحالتها، لكنه أطلق بالون اختبار أخير قبل المصادقة على النتائج لسحب العالقين في معسكر الإطار والمضي في مشروع الأغلبية الجزئية كما تفيد التسريبات. أطراف الإطار تلقفت الرسائل بهدوء يخفي الكثير، واجتمعت مع بلاس خرت المبعوثة الأممية وقدمت لها أدلة وبراهين على مزاعم التزوير. مصادر من داخل الاجتماع أفادت بأن بلاس خرت أنهت الجلسة بسؤال عن احتمال نشوب اقتتال داخلي، فحصلت على تطمين من طرف بارز في الفصائل: العقلاء سيحفظون التوازن. لكن هذا لا يعكس رؤية الفصائل جميعها. بعض القوى وضعت في جيبها خيارات ساخنة: النفير العام ومقاطعة العملية السياسية كآخر الحلول المتبقية فور المصادقة على النتائج. وما بين الجبهتين يتوقع السياسيون أن يكون للسيستاني دور في تسكين الأزمة استناداً لتجارب 2005 و2014.